أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج البث المباشر للغة الإيطالية. Carissimi studenti del primo anno delle scuole secondarie, siete benvenuti con noi al programma della lingua italiana. يعني أخذنا في الترم الأول جزء مهم جدا وهو خاص بالتيمة، لما أقول لحد مثلا parla di tuo amico، مثلا دينو، تحدث عن زميلك دينو أو زميلتك لاميكا أو أميكو. فعندنا دلوقتي إحنا كنا بنتكلم عن النومي، الاسم بتاعهم، مثلا لايتا العمر، لا ناتيوناليتا الجنسية، إندريتسيو يعني دوفي أبيتانو بيسكنوا فين. ده اللي كنا بنتكلم عليه في التيمة بتاعتنا. النهارده هناخد حاجه بشويه بتوسع، هنتوسع شويه في الكلام عن الصديق او الصديقه او عن نفسي، وهناخد كمان نوعين من الوصف النهارده، اللي هو وصف الاسبيتو وصف الكاراتر، يعني ازاي بوصف مظهري وشكلي من بره، وازاي بوصف شخصيتي او شخصيه حد معين. وبالتالي هنا لما يجي يقول لي في الامتحان اتكلم عن صديقك، فهو هيطلب مني ان انا كمان اكتب بتوسع شويه عن الترم الاول، وابدا ادخل مع الجمل بتاعتي اللي احنا متعودين عليها، ادخل كمان الوصف الاسبيتو والوصف الكاراتر. فاحنا هناخد اول درسنا كومي، اللي هو بعنوان كومي. طبعا كومي احنا متعودين عليها كذات استفهام، بتبقى معناها زي ما خدنا قبل كده في كوميتك يا عمي. معظم الطلبه عارفه ان هي معناها ايه، ما اسمك، ولكن طبعا هي كوميتك يا عمي، ما اسمك، انما في الغالب كلمه كومي بتيجي بمعنى كيف، بتسال عن الكيفيه. ممكن مثلا بتسال عن الوصف، يعني ممكن اقول لك كومي لا توا سكولا، كيف تكون مدرستك. ممكن اقول لك كومي توا ميكو، كيف يكون صديقك، يعني معناها بير فافوري، يعني ديسكريف، اوصف صديقك او اوصف المدرسه بتاعتك. انما لما يقول لي مثلا كومي فاي اسكولا، كيف تذهب الى المدرسه، يبقى هنا عايز يعني وسيله المواصلات، الميتيو دي ترانسبورتو، وسيله المواصلات. اذا عندي كومي اخلي بالي، مش اول ما الاقي كومي في السؤال بتاعي ابدا اقول ان هنا هعمل لا ديسكريبسيون، هعمل وصف على طول، ولكن لا، على حسب لا دوماندا كامله. يعني لازم اقرا كمان السؤال كويس جدا عشان اعرف هو هنا قصده ايه، هو عايز كومي اللي هي قصده بيها اوصف شخص ما، او كومي اللي انا اقصده بيها ان انا اتكلم عن وسيله مواصلات. يعني لما يقول مثلا كومي تورني مثلا اكازا، يعني بترجع البيت بي، هنا عايز هنا كومي يعني كون كوال ميسو، يعني باي وسيله مواصلات تورني اكازا. انما لما يقول لي كومي تواميكا كيارا، كيف تكون صديقتك كيارا، يبقى هنا عايز لا ديسكريبسيون دي كيارا، ان انت طبعا توصف له كيارا سيا يعني بير كوانتو ريغواردا اسبيتو، يعني سواء عن المظهر الخارجي بتاعها او كي الكاراتير او الشخصيه بتاعتها. فطبعا عندنا هنا اون ديالوج يا سينيورا، يعملوا مع بعض يا سينيورا؟ بير فافور، اوكي ماشي. هنا طبعا الديالوجو بيتكلم عن لا ديسكريتسيون، وهنشوف طبعا بعض الصفات اللي اخذناها مع صفات جديده هنتعلمها في الدرس بتاعنا. بيقول لي ميتيتين اوردني الديالوجو، يعني المفروض نرتب الديالوجو اللي هو الحوار ده. اي بوي اسكولتاتي بير لا فيريفيكا، وهنشوف طبعا اسئله على الديالوجو، وهنعرف احنا الديالوجو ده بنتعلم منه ايه. زي ما خدنا نخلي بالنا واحنا بنتكلم ان احنا هنتكلم على لا ديسكريبسيون، وعلى يعني كلمه كومي ازاي هنستخدمها لما احب اوصف حد. طبعا في يعني اول، هو عامل لي اول حاجه بيقول لي في اول جمله، بيقول لي كومي جلوريا بيلا، كومي جلوريا بيلا، يعني دايما انا مثلا اقول للسنيورة كده ايمان، اقول لها ايه يعني، ايه اخبار صاحبتك كذا جلوريا، هي حلوه هي حلوه. بس يعني احنا بنقول بالعربي بالظبط، يعني الايطاليين يعني تقريبا مستخدمين نفس الكلام اللي احنا بنقوله بالعربي، يعني هو كومي جلوريا، هي جلوريا ايه اخبارها، يعني وصفها لنا، هي بيلا هي حلوه. فطبعا هنا ده بيسالها طبعا عن ان هي تبدا توصف له جلوريا شكلها عامل ايه. فطبعا كومي جلوريا بيلا، هنا انا هبتدي ارد اقول انا رايي ايه في جلوريا. انا طبعا ممكن اكون شايفاها حلوه، غيري مش شايفها حلوه، فانا هنا رديت على سينيورا سهام وقلت لها سي اي التا، هي طويله، اي اباستانسا ماجرا، ورفيعه بما فيه الكفايه. فانا هنا مقاييس الجمال الجسدي عندي لابيليتسا فيزيكا، انا شايفاها ان هي التا يا اباستانسا ماجرا وشايفاها حلوه. يبقى إذن هنا أنا لما وصفتها أنها ألتا وماجرا، ده طبعا
بوصف il suo aspetto fisico, بوصف جسمها شكلها. E anche molto simpatica, وأيضا هي ظريفة جدا. طبعا لما لقيها ان هي سيمباتيكا، طبعا مش شكلها سيمباتيكا، لا ده الكاراتري بتاعها. فرديت قلت سي اي التا، هي ابستانسا ماجرا اي انكي مولتو سيمباتيكا. طيب يعني سي سينيورا كانت رد على ايه بالظبط؟ على كلمة كومي جلوريا ولا على كلمة بيلا؟ على كلمة بيلا، يعني لي اي بيلا. طبعا هنا السؤال بدون اداة استفهام، زي ما كنا عارفين قبل كده ان احنا السؤال اللي بدون اداة استفهام معناها هل، فطبعا هنا معناها هل. لو انا رايي انها جميله هرد بالايجاب هقول سي، لو انا ردي بالنفي هقول نو نوني بيلا، وابتدي اوصف هي اللي مش بيلا. تمام، يعني ما يجيليش سؤال بكومي في الامتحان واقول له لا اصل انا شفت اجابه بتقول في الكتاب المدرسه سي، لا طبعا هي كومي جلوريا. لو هي وقفت عند كومي جلوريا بس، يعني كيف تكون جلوريا او اوصف لي جلوريا، فاذا هيقول طبعا هيقول لي ايه بيلا، لي ايه ماجرا، لي ايه التا، وهكذا على طول. انما هو رده سي كان على كلمه بيلا، هي حلوه ولا لا، لان بيلا هنا في موضع السؤال بهل زي ما السنيوره ايمان قالت لنا دلوقتي. طيب في سؤال تاني كمان، لو احنا هنبدا بقى نرتب، بس احنا هنقول لكم دلوقتي. طب هو ممكن يسال هيقول لها ايه تاني؟ يعني الاول قال لها كومي جلوريا بيلا هي حلوه، وهي ردت وقالت اه وصف جلوريا كذا كذا، طويله ورفيعه وسيمباتيكا. طب ممكن يسالها يقول لها ايه تاني؟ طبعا المفروض ان احنا هناخد اونا دوماندا سؤال، وبعد كده اللي لا ريسبوستا. طيب عندنا سؤالين دلوقتي في الديالوجو، ممكن يقول لها كومي سوني نازي على فرانشيزي، يلا فرانشيزي هي يعني ايه الالف بتاعتها، هي زي الفرنسيات كده ولا لا؟ وممكن كمان يسالها ويقول لها ايه بيوندا اوبرونا، هي بيوندا شقرة ولا هي سمرة شوية زينا احنا؟ هنشوف هنا يا ترى ايه هو اللي احنا المفروض لو انا نستعمله. سألت حضرتك قلت لك ايه بيوندا اوبرونا، هي تمام. جلوريا دي اه شقرة كده وأمورة زي الأوروبيين، ولا برونا وسمرة زي الشرقيين المصريين المصريين؟ الحقيقيين. أيوه. طبعا احنا لو احنا شايفين جلوريا، جلوريا طبعا أكيد اللي احنا شايفينها على الشاشة جزء منها باين. اه هنا راحت ايه سينيورا سيهام سألتني على جلوريا هي شقرة ولا برونا، فأنا هنا هرد عليها وأقول لها بيوندا شقرة. اي اي كابيلي مولتو لونجي، هي شقرة وشعرها طويل جدا. يبقى إذن ده الشكل بتاع بيوندا، يبقى أنا هنا بقول لاسبيتو فيزيكو، وضفت لها كمان بقية الديسكريتسيوني وقلت ألي أوكي أتزوري إي إل نازو ألا فرانشيزي، عيونها زرقاء ومناخيرها زي مناخير الفرنسيين. يعني كده بيقول ايكومي كله ايه دي جلوريا، دي طبعا في الاخر خالص يعني. طيب ده طبعا نتعلم من الدرس ده سينيورا ازاي بسال عن الوصف، وازاي يعني مثلا اوصف او اوصف وارد على هذا السؤال المهم جدا اللي ممكن يجي لي في سؤال ايميل، او يجي لي وانا بتكلم على التيمة ويقول لي اوصف صديق ليك او غيره. طبعا هناخد هنا انواع الوصف بقى، وامتى اقول ان الوصف ده اثبته، وامتى اقول كاركتري، علشان طبعا ده سؤال مهم جدا في سؤال لا سيتواتسيوني، يعني سؤال المواقف بتاعتنا. السؤال ده مهم جدا، خلي بالي من الصفات اللي انا هستخدمها في وصف الاسبيتو والصفات اللي انا هستخدمها في الكاركتر. طبيعي احنا بالعربي كده عايزين نقول ان كلمه اسبيتو معناها شكل من بره، الحاجات اللي انا بشوفها بعيني قدامي. يعني مثلا لما اقول على شخص ايه التو طويل او ايه باسو على سبيل المثال بيلو او بروتو، فاكيد الحاجه دي انا شايفاها بعيني ان هو شكله حلو او وحش، او هو طويل او قصير، اذا هنا بوصف الاسبيتو بتاعه. انما لما انا عندي دلوقتي بقول مثلا ايه جنتيلا، ايه جنتيلا، اقول مثلا كارلو او دينو ايه جنتيلا. لو انا قلت ايه جنتيلا انا اقولها بيرسونا على شخص ما، فهل انا دلوقتي شايفه بعينيا خلاص ان هو جنتلمان معايا، ولا لازم يتصرف؟ طبعا لازم يكون باي تصرف او يدل على شخصيته، مش شكله، مش كاتب على وشه ان هو جنتيلا. فخلي بالنا طبعا من الكلام ده. يعني اذا عندي مجموعه من الصفات اللي هتستخدم في وصف الكاركتر، ومجموعة أخرى تستخدم في الأسبيتو، فهيبقى عندنا أول صفتين اللي موجودين عندي على الشاشة، يقول لي كواندو ديسكريفو الأسبيتو، لما أجي أوصف الأسبيتو بتاع ونا بيرسونا هنقول عليه ممكن أقول بيلو، ولا عكس بتاعها بروتو.
طبعا احنا واخدين كلنا كلمه بروت واحنا عارفينها من زمان ان هي، واحنا طبعا بنتعامل بيها، البنات بيتعاملوا بيها زي ما اتفقنا قبل كده، وقلنا ان احنا بنستخدمها بمعنى كسوله، ولكن معناها الحقيقي في اللغه الايطاليه معناها قبيح على الشكل، وهي عكس كلمه بيلو يعني جميل. طيب لما اقول على اونا بيرسونا يعني مثلا اقول بيلا او بروتا او غيره، اذا انا بقول على بوصف الاسبيتو. طبعا جاي لي في ليبرو سكولاستيكو يعني كتاب المدرسه الصورتين دول كده، جايب لي مثلا بروتو، طب وايه ده شكله ايه؟ طب نقول على ده بيلو. طب لو انا عايزه اعمل اونا فرازه جمله واستخدم كلمه بيلو وكلمه بروتو في الجمله، المفروض ان انا اقول لوي ا بيلو ولا لوي ايه بيلو؟ بنستعمل فيربو اسر ان شاء الله، يعني فيربو اسر يعني من ما ضمن ينفعش اقول انا الحاجات. املك جميل بالعربي، لا اكيد ما تتقالش بالعربي، ولكن انا اقول هو يكون جميل. اذا بستخدم فيربو اسر علشان بس ايه، في مجموعه من الطلبه تقول لا لا ده اي حاجه تحط افير وخلاص او اسر وخلاص، لا اخلي بالي من المعنى ان انا عندي فيربو اسر هو معناه يكون، اذا انا لما اجي استخدمه لازم اقول لوي ابلو او الايو صامو بيلا، اذا عندي هنا اقول ايو صانو انا اكون، زي ما اتفقنا ان الجمله لافرازه في لا لينجوا ايطاليانا يعني بتكون كومبوستا، بتكون مكونه من يعني سوجيتو وفيربو وكومبلمنتو. سوجيتو اللي هو المقصود به الفاعل اللي هي مثلا زي ايو زي كارلو يعني سواء اسم شخص او ضمير، والفيربو المفروض ان عندي ان انا بستخدمه هنا فيربو اسري، واكيد مش هقول ايو اسري لان انا عارفه ان اسري معناه هنا في حاله المصدر، لما استخدمه مع ايو او مع اي ضمير عندي لازم ان انا اصرفه، يبقى اقول لوي ابيلو زي ما موجود عندي على الشاشه او لي ابيلا. يبقى خلي بالي ان الصفه بتتبع الموصوف زي ما بنقول بالعربي، لو انا قلت بتكلم على لوي، لوي اللي هي بتشير تشير الى ولد الى اونا راجاتسو، فاكيد اقول بيلو، انما لو قلت بيلا اذا هي تعود على اونا راجاتسا. يبقى انا عندي دول اهم صفتين عندنا بيستخدموا في الوصف الاسبيتو. اتفضلي سينيورا. هنا ايه زي السنيورة ما قالت، احنا هنا الشاشة اللي فاتت كان فيها بيلو وكان فيها بروتو. هنبتدي هنا نشوف شكل تاني. quando descrivo l'aspetto lui è giovane، احنا هنا عندنا حد شاب وعندنا حد عجوز. لما اجي اقول هنا lui è giovane انا هنا شايفة شكله ان هو giovane، فبرضه بستعمل verbo essere lui è giovane. كلمة جوفاني ده طبعا adjective وبينفع نوصف بيه السنجولاري ماسكيلي وبينفع نوصف بيه السنجولاري فيمينيلي، فهقول هنا لوي اي جوفاني لي اي جوفاني، هو شاب هي شابة. طيب نشوف هنا الصفة التانية اللي هي صفة فيكيو. فيكيو دي زي ما كنت قلت لكم قبل كده ان هي احنا بنقول روبا فيكيا، جاي من روبا فيكيا، روبا فيكيا يعني شيء قديم. طبعا اتمصرت بقت روبا بيكيا، دي من الكلمات اللي احنا بنستعملها في الفوكابولاريو جيتسيانو في القاموس المصري بتاعنا بتاع الحياه اليوميه، وهي ايطاليه الاصل. لوي اي فيكيو هو عجوز. صفه فيكيو هنا اقدر اقولها للاشياء واقدر اقولها للانسان. لوي اي فيكيو هو عجوز، وبرده هنا انا لو هوصف بيها حاجه يعني مثلا لو هوصف بيها اونا سيديا هوصف بيها كرسي، هقول لا سيديا اي فيكيا، الكرسي قديم. يبقى احنا هنا اتعرفنا على صفة جوفاني ودي تنفع مفرد مذكر ومفرد مؤنث، وعندنا هنا فيكيو لوي اي فيكيو هو عجوز. طيب لو كانت واحدة ست احنا بنوصفها وشايفين ان هي شكلها كبير في السن هنقول لي اي فيكيا، هي تكون عجوزة. يبقى كده شفنا هنا جوفاني وشفنا صفة الفيكيو. هناخد صفة جديدة وهي برضو بتوصف الاسبيتو دي اونا بيرسونا يعني المظهر الخارجي لشخص ما، كلمة باسو وكلمة التو. الادجيتيفو باسو اللي هو وعكسه كلمة التو، باسو يعني قصير وعكسها التو يعني طويل. وطبعا احنا زي ما احنا عارفين ان دي عباره عن صفات عاديه، اذا هي بتنتهي بحرف الاو لو انا وصفت ماسكيلي سنجولاري، بتنتهي بالا لو انا وصفت ايه سنجولاري فيمينيلي يعني مفرد ايه مؤنث وهكذا. طيب هنا بيقول لي في كتاب المدرسه خلي بالي اقول لاسبيتو يعني المظهر الخارجي، ممكن اقول لوي اي باسو عشان هو قصير زي ما احنا شايفين، والتاني ممكن اوصفه اقول لوي اي التو
لوي اي التو. طب انا ممكن عايزه اقول ان مش عايزه اقول ان هو طويل قوي وكده، اقولها ايه؟ لوي نوني مولتو التو، اللي هي الايه الجزء الثاني اللي عندي من الازرق ده، اللي اقول لوي نوني مولتو التو مثلا، هو مش بيكون طويل قوي. يبقى خلي ممكن بالنا برضو سينيورا سهام نقول لوي نوني مولتو التو، ممكن نقول لوي ايه اباستانسا التو. ايوه اباستانسا يعني الى حد ما يعني بيكون طويل. يبقى انا عندنا هنا ممكن اقول لوي اي التو على طول، او انا لو مش عايزه اقول هو طويل قوي يعني يعني فوق العادي، فبقول نون ايه مولتو التو، يعني هو طوله حلو مش وحش يعني. طيب عندنا هنا كاتبين امثله على التو وباسو. هنا كارلو اي التو، طبعا كارلو ماسكيلا فبالتالي قلت التو. ماريا اي باسا بتكون قصيره، فخلي بالنا طبعا عشان هي مؤنثه. طب لو جانا جماعه تقول كارلو اي باولو، خلي بالنا ولد يعني جامع مذكر، ولدين اذا هم جامع مذكر، قلت سونو التي. طب لو جايب لي ولد زائد بنت يعني اون راجاتسا واون راجاتسو، برضه هجمعهم جامع مذكر. خلي بالي لو قال لي على سبيل المثال كارلا اي باولو، برضه هقول سونو التي. ماريا اي جوليا سونو باسه، لان دول بنتين فانا اوصفهم بجمع ايه المؤنث، اذا عندي باسو التو بتوصف الاسبيتو. طيب كنا عايزين برضو نلفت نظر أبنائنا الطلبة إن إحنا في عندنا قصير وطويل باللغة العربية، بس ما بنقولهمش باسو ألتو. طبعا إحنا هنقول إن إحنا في عندنا برضو، يعني أنا لو هوصف مثلا أونفستيتو فستان، إن الفستان قصير، أو لو هوصف أوناجونا جيب عندي هقول إن هي قصيرة، مش هقدر أستعمل فيها صفة باسو، هستعمل حاجة تانية اسمها كورتو. كورتو هتيجي سنيورة معانا دلوقتي وانا بوصف الشعر ايكابيلي، هتيجي بالظبط، ايكابيلي كورتي، اكيد مش هقول ايكابيلي التي، فدي هتيجي والطويل دلوقتي اهو. هتبقى اللي هنوصف برضو حاجة تانية هنقولها اللي هي معناها طويل، بس هنقولها لونجو مع تبقى الشعر الأكل لونج بالظبط كده، أو مع الأشياء. حضرتك طيب هتقولي هنا كابيلي. بالظبط. هنشوف بقى حاجة تانية مولتو انترستانت. طبعا احنا كده ايه، نتخيل نفسنا قاعدين انونا كلاسي وقاعدين مع بعض وشايفين البنات زميلاتنا، وبنبتدي هنا نوصف. طيب من الحاجات الجميلة جدا اللي احنا بنوصفها، بنوصف اي كابيلي. طب اي كابيلي لما اوصف مثلا لاورا واقول لاورا اي كابيلي، لاورا اي كابيلي يعني عندها شعر، لديها شعر، لديها شعر طويل، لديها شعر ناعم، لديها شعر قصير، لديها شعر. طيب ليه هنا ما استعملتش فيربو اسري؟ فيربو اسري هنا هنستعمله لو بدأت بقولت اي كابيلي دي لورا، شعر لورا. في الحالة دي هنا انا مش هستعمل فيرب افيري، انا هستعمل فيربو اسري. فهنا هنقول لي هي عندها اي كابيلي، لي اي كابيلي هي عندها شعر، وابتدي هنا ديسكريفو اي سوي كابيلي. يا ترى هنوصف الكابيلي بايه؟ هنوصف الكابيلي هنا زي ما احنا شايفين في الصوره، لي اي كابيلي كاستاني، هي عندها شعر كاستاني. طيب البنوته الثانيه دي اللي احنا شايفينها بلوندايه وشعرها اصفر، يا ترى هنا هنوصفها بايه؟ هنقول لي اي كابيلي بيوندي، هي شعرها اشقر. هندخل على صورة تانية. ليه يا سينيورا قلنا كاستاني وقلنا بيوندي مع ان بنقول ليه؟ طب انا ممكن اقول لي ايكابيلي ايه؟ وقول كاستانا، احنا بنوصف لا لي نوصف كيارا. في بعض الطلبة يسألني السؤال ده، احنا بنقول مثلا كيارا ايكابيلي كاستاني، ليه انا تمام. بوصف كيارا؟ هل اقول كيارا بتكون يعني هي كاستنائية اللون، ولا انا بوصف شعر كيارا؟ بنوصف هنا الشعر، يبقى هنا لما نقول اي كابيلي الموصوف هنا، الموصوف مش كيارا، الايس واي كابيلي، يبقى هنا احنا بالظبط كده، بنوصف الشعر بتاعها. في لان في فرق سنيوره بين انا اقول كيارا ا تكون تمام واقول كيارا ا تملك. اقول كيارا ا اوناميكا مثلا بيلا، يبقى انا هنا ما وصفتش كيارا، انا بوصف صاحبتها. يعني هنا اخلي بالي من الجمله، اقول كيارا ا كيارا تكون، اذا انا بوصف كيارا فبقول عليها بيلا. انما لو قلت كيارا ا اوناميكا اقول بيلا، لان انا بوصفش هنا ساعتها كيارا، بوصف ايه؟ صديقها. بيقولوا كمان الطلاينة حاجة احنا يمكن ما بنستعملهاش، يعني ممكن يقول لي لي كاستانا، هي كاستانا، كاستانا يعني ايه؟ يعني ذات شعر كستنائي، وبدل بالظبط ما اذا يقول لي برضه وبيوندا كمان وبيوندا بالظبط. اذا هنا قال لوي ايه، ما قالش لوي يعني هي تكون، اذا بيوصفها هي.
او احنا بنعمل الشخصية. التيمة، يا ريت نركز في القصة دي، نشوف ايوه احنا امتى استخدام بنستعمل فيربو افيرو وامتى بنستعمل فيربو اسري. دي طبعا. مهارات لغوية، يا ريت ان احنا مع استعمال اللغة مع القراية مع التمارين بتبتدي نكتسب المهارات دي، وبنعرف نعبر تلقائيا باللغة بتاعتنا بطريقة سليمة. لوي اي كابيلي، هو لديه اي كابيلي، شايفين الصورة هنا، الولد ده لوي كابيلي كورتي، هو شعره قصير، يبقى شايفين شعر الولد ده شعره قصير قوي، فقلنا لوي اي كابيلي كورتي. طيب ايه رأيكم احنا ممكن نقول عليه حاجتين، نوصف الشعر بحاجتين، لوي اي كابيلي كورتي، ونوصف كمان اللون بتاع الشعر. يلا نبتدي كده نشوف مع بعض، لوي اي كابيلي كورتي انيري. طب يا ترى احنا شايفين شكل شعره ايه؟ يا ترى شعره، الشعر بنقول عليه ليشي وبنقول عليها ريتشي، يا ترى الشعر بتاعه ليس ناعم، بنقولها بالايطالي ليشي. يبقى احنا هنا لما نيجي نوصف الشعر بتاعه، شايفين الصورة الأولانية، هقدر أوصف الشعر هنا بثلاث حاجات، نعومته، يا ترى هو شعر ناعم أو هو شعر مجعد، يا ترى لون الشعر إيه، طول الشعر إيه. فهنوصف هنا الصورة الأولانية وأقول لوي إي كابيلي كورتي ناري إي ليشي، أنا وصفت شعره إنه أسود وقصير وناعم. هنشوف لالترا راجاتسا، الفتاة التانية الجميلة دي، وهنوصفها هنا، يا ترى هنا هستعمل لوي؟ لا هنا مش هقدر استعمل لوي، احنا شايفينها اونا راجاتسا اونا بيلا راجاتسا، فهنا هستعمل لاي، يبقى عندي السوجيتو هنا لاي، هي لاي اي كابيلي، هي لديها شعر، الوصف دائما هيبقى للشعر، الشعر مش للشخص، لاي اي كابيلي الشعر بتاعها كستاني، الشعر الكستاني هو الشعر اللي هو مايل للبني، لي اي كابيلي كستاني. وطبعا زي ما احنا شايفين اي سوي كابيلي سونو لونجي، الشعر بتاعها طويل، اي سونو ليشي، وشعرها ناعم. جوارديامو لالترا فوتو الالترا راجاتسا، شايفين الصورة الثالثة، يا ترى دي اون راجاتسو ولا اون راجاتسا؟ ايوه زي ما حضرتك شايف، اونا راجاتسا اونا بيلا راجاتسا. طيب كومي كويستا راجاتسا، يا ترى شكلها ايه كويستا راجاتسا؟ كومي سونو اي سوي كابيلي، يا ترى شعرها شكله عامل ازاي؟ هقول هنا لوي ولا هقول لي ايوه هي بنت، انا هستعمل هنا لي لي اي كابيلي نيري، هي شعرها نيري، لونجي اي ليشي، شعرها اسود، شعرها طويل، وشعرها ناعم. allora guardiamo l'ultima foto، هنشوف مع بعض اخر صوره، وشايفين una ragazza، allora usiamo il pronome lei، lei ha i capelli، شعرها lei ha i capelli، ايوه rossi، شعرها لونه احمر، lei ha i capelli rossi، i suoi capelli sono corti، شعرها قصير، e ricci، وشعرها مجعد. يبقى احنا هنا قلنا كل الصفات الخاصة بالشعر، هننتقل بقى مع السينيورة سهام لبعض الصفات الأخرى الخاصة بالعيون وجمال العيون. ليوكي يعني العيون، زي ما وصفنا دلوقتي الشعر إيكابيلي بالألوان والصفات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي، كمان هنوصف ليوكي وهنقول نفس الكلام اللي قلناه، بس هنوصف بطريقة معينة نفس الجملة، ولكن بدل ما نقول كابيلي هنقول أوكي. أقول لي آ ليوكي نيري مثلا، لي آ ليوكي نيري، هي تملك عيون سوداء. خلي بالنا من استخدام فيربو أفيري مع العيون والشعر، بستخدم فيربو افيري، وخلي بالنا ان كلمه نيري عباره عن، في ناس بتستغرب، طلاب بتستغرب ان انا بقول نيري، هل الالوان تجمع وتؤنث وتذكر وكده زي اي اللغه العربيه زي عندنا؟ لا، عندنا اللغه الايطاليه الالوان تؤنث وتذكر على حسب الحاجه، لان الالوان تعامل معامله الادجكتيف يعني الصفات اكنها صفه بالظبط. فبالتالي عندي كلمه نيرو بتوصف حاجه مذكره، نيرا مؤنثة، نيري جمع مذكر، ونيري جمع مؤنث، وهكذا. تمام، يبقى أنا عندي هنا قلت لي ليوكي نيري،
على العيون الأولانية ديت، قلنا عليها نيري. طب وليه كتبناها جمع مذكر؟ لأن أكيد أنا بوصف عينيا الاتنين، مش بوصف عين واحدة، لأن أنا عندي اتنين مش عندي واحدة. إذا أنا عندي دايما بيبقى عندي سواء الكابيلي ولا الأوكي دايما بيبقى جمع مذكر زي ما احنا شايفين ماسكيلي بلورال. طيب نيري، طيب والعين التانية زي ما احنا شايفين كده في الالترا فوتو، هنقول هنا ايه عينيها طبعا فيردي. خلي بالنا من اللون فيردي، لأن احنا عندنا اللون فيردي زي يعني ايه زي الصفات الشاذة بالظبط اللي علينا، اللي هي اللي بتنتهي بحرف الايه. كلمة فيردي لما تنتهي بحرف الايه توصف حاجة ماسكيلا سينجولاري وفيمينيلا سينجولاري، يعني حاجة مفرد مذكر أو حاجة مفرد مؤنث. يعني مثلا هقول على لو أنا شايفة إن الكتاب ده قدامي بيكون فيردي لونه أخضر، أقول الليبرو إيه فيردي مثلا. طب لو أنا بقى هجمع هيبقى جمع مذكر وجمع مؤنث، يعني فيردي اللي قدامي على الشاشة ممكن أوصف بيها بلورالي ماسكيلة وكمان بلورالي فيمينيلة، يعني الاثنين، فهي صفة من الصفات الشاذة أو لون من الألوان الشاذة اللي نخلي بالنا منها. يعني لو جات لي بحرف الإيه إذا هي بتوصف مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، لو جات لي بالإي توصف جمع مذكر وجمع مؤنث. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي أقول لي أليوكي فيردي، هي تملك عيون خضراء. طيب اللون ده عايزين نقول عليه كده، نقول عليه إيه يا سينيورا؟ تشيليستي ولا نقول عليه أتزورو ولا نقول عليه إيه؟ هنقول طبعا إن كلمة بلو هي كلمة دخيلة من اللغة الإنجليزية، الإيطاليين أخدوها واستعملوها وبيطلقوا على أي حاجة بلو، يعني سواء مذكرة الكوفي. أو مؤنثة أي حاجة. وكمان إحنا خلي بالنا إن البلو بالإنجليش بي ال يو إي، إنما بالإيطالي إن هي بي ال أو بس، يعني خلينا نقولها بالانجلش بي بلو. ال او بس اللي هي اليو بس كده اخرها اليو، يعني ما بتنتهيش بحرف، يعني هم شالوا الايه من الايه، ايوه شالوا الايه وبدات بي ال اي او بس، عشان لما نيجي نكتبها بالايطالي نكتبها صح مش نكتبها زي الانجليش عجنوها، بالظبط. عملوها ايطالي. اللي عملوها ايطالي شالوا الايه وخلاص، هي كانت اتعملت ايطالي. وطبعا احنا بنوصف بيها اي شيء بنقول عليه بلو طبعا. الكحلي. بالظبط كده. فاحنا عندنا هنا ممكن بقى انما ممكن نقول على العيون دي نقول ادزوري. طيب يعني هننزل نجمعها هنا بقى لان دي كلمه ايطاليه. طيب نكمل، احنا ممكن نقول على العيون دي هنقول عليها، هنقول لايقه هذه البنت لايقه بتملك يعني دي اوكي مثلا اتزوري. طيب ان طبعا زي ما احنا شايفين لون عسلي جميل سينيورا، حلو قوي يعني اللون ده. فعندي هنا اقول لايقه لاوكي كاستاني زي ما احنا شايفين. طيب وطبعا هنا عايزين ناكد ان طالما وصفت العيون او وصفت الشعر اذا كل ده اسبيتو يا سينيور، عشان بس الطلبه توش ده كل ده عباره عن اسبيتو، يعني انا بوصف المظهر الخارجي بتاع شخص ما. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي حاجة تانية، هنبتدي نشوف ديسكريفو الكاراتر عندما أوصف الشخصية. طيب يا ترى لما نوصف شخصية حد بنوصفه بإيه؟ لما نقول على حد إن هو سيمباتيكو ده ظريف، يا ترى ملامح وشه ملامح جسمه بتقول إن هو سيمباتيكو ولا ده الكاراتر بتاعه؟ لا دي الشخصية بتاعته، لما يتكلم ويهزر نقول ده سيمباتيكو. نقعد كده مع بعض ان كلاسي ونشوف يا ترى مين فينا البيو سيمباتيكو، مين اظرف واحد في الفصل. يعني لما نقول كي اي سيمباتيكو، مين فينا السيمباتيكو، مين فينا الظريف، هنبتدي نختار اون اميكو كي سكيرسا تانتو، بيهزر ودمه خفيف والولاد بيحبوه، يبقى ده نقول عليه لوي اي سيمباتيكو. سيمباتيكو ليها كلمه تانية عكسها بقى لما يبقى حد دمه تقيل قوي، نقول عليه ايه؟ لوي ايه انتي باتيكو، لوي ايه انتي باتيكو، ده شخص رزل ده متقيل. كارلو ايه أليجرو، كارلو ايه أليجرو، كارلو مرح، حد ظريف ومرح ودايما بيضحك وشه بشوش. طبعا لو بنوتة وكارلا يا ترى هنقول أليجرو برضو؟ زي ما قلنا الصفة اللي بتنتهي بأو في المفرد المذكر هتنتهي بالآ في المفرد المؤنث، وهتجمع بالإي جمع مذكر وبالإي جمع مؤنث، وده النوع الأول من الصفات. كارلو يا أليجرو، كارلا يا أليجرا. طيب شكله أليجرو ولا ده الكاركتر بتاعه؟ لا لازم نعرف نميز هنا إن إحنا عندنا دي صفات بتوصف الكاركتر دي أونا بيرسونا، الصفات دي بتوصف شخصية الإنسان.
ماريا ايه تريستا، ماريا دايما حزينة دايما هادية ومش بتضحك كتير، فبنقول ان الكاركتر بتاعها تريستا شخصية حزينة. طب يا ترى الشخصية التريست دي، يا ترى الشخصية الحزينة دي الصفة اللي هي تنتهي بالإيه؟ لما أجي أستعملها للمفرد المؤنث يا ترى هستعملها إزاي؟ هقول ماريو إيه تريستي، ماريو كمان تريستي. تريستي دي معناها إيه؟ معناها إن هي حزينة. العكس بتاعها هنقدر نقول عليها إن هي عكس كلمة تريستي، هنقدر نقول كونتينتو، هنقدر نقول فيليتشي سعيد، هنقدر نقول أليجرو مرح. الثلاث صفات دول العكس بتاعهم صفة تريستي، ودي طبعا صفات بتوصف الكاركتر دي اونا بيرسونا. حاول كده تفكر كمان معايا يا ترى ايه هي بعض الصفات، واعتبروها كومبيتو بالنسبه لكم، يا ترى ايه هي الصفات التانية اللي احنا ممكن نوصف بيها الكاركتر دي اونا بيرسونا. يا ترى الشخص ده جنتيلي، يا ترى الشخص ده أليجرو، يا ترى هو سنسيبل شخصية حساسة. اقدر اقول ان هو جسمه ملامح جسمه سنسيبل حساسه، ولا اقول ان هو الكاركتر بتاعه لوي ايه سنسيبل وحساس. يقدر اوصف هنا الشخص بتاعي برضو ان هو رومانتيكو، شخصيه رومانسيه، يا ترى دي الشخصيه بتاعته ولا شكله. يا ترى الشخص ده لما احب اوصفه اقول عليه ان هو كورتيزي، يعني حد رافيناتو راقي كده، ولا سكورتيزي. سكورتيزي هنا يا ولاد يعني نقدر نقول عليها ان هي فظ او غير مهذب. العكس بتاعها نقدر نقول عليه كورتيزي، ونقدر نقول برضو جنتيلي. طب يا ترى هنا الصفه بتاعت كورتيزي وصفه جنتيلي الحرف الاخير بتاعها ايه؟ ايوه دي بعض الصفات اللي احنا بنسميهم لي ادجيتيفي ريجولاري اللي هي بينتهوا بحرف الايه، الصفات الشاذه. ودي متهيألي سنيوره سهام لابد ان تحفظ علشان الطالب ما يلاقيهاش بتنتهي بالايه يقول ايوه ده دي القاعده بتاعتها انها جمع مؤنث. يبقى ايوه اذا دي انا اكيد عندي ده لازم بالظبط تحفظ علشان يفرق بينها وبين الجمع المؤنث، وهي موجوده تمام عندنا في الحلقه هنا في اخر حاجه في الحلقه بتاعتنا النهارده، مجمعين كل الصفات ديت اللي هي الشاذه في الصفحه الاخيره النهارده ان شاء الله. allora andiamo avanti تفضلي سينيورا فيهم. طبعا سينيورا بيقول لي ده يعني في الكتاب المدرسة في الليبرو سكولاستيكو بيقول لي سكريفيتي نوستري تشينكو اميتشي، اوصفوا الخمس اولاد اللي واقفين عندي في الصورة دول. لو احنا عايزين نوصف دين وسينيورا او كيارا او جوليا او باولو حد منهم، عايزين نوصف بقى ونستخدم الكلمات اللي احنا قلناها بالاضافة الى اللي تعلمناه قبل كده. يعني مثلا لما يقول لي في الامتحان اكتب انتيما مثلا عن تو اميكو دينو على سبيل المثال، فانا طبعا قبل ما اتكلم عن دينه لازم طبعا ممكن اقول جنسيته، اقول لوي ايه ايطاليانو مثلا، اقول لوي ا إيه مثلا كويندي تشاني عنده 15 سنه، إيه يعني ممكن اقول لا ناتيوناليتا وكمان الايتا، ممكن اقول لوي ابيتا مثلا اروما يسكن في روما، اقول الاندريسيا ادوفي ابيتا. إيه كمان ممكن بقى استغل اللي انا اخدته الحصه ديت وابدا اتكلم عن الاسبيتو والكاراتري بتاع دينو. طيب يعني مثلا ممكن اقول لوي ايه التو، لوي ايه باسو، على حسب ده كده انا بتكلم على التيمه مش بتكلم على الصوره اللي قدامي. بالظبط ممكن اقول لوي اي كابيلي نيري، لوي الي اوكي نيري، زي ما انا حافظه او عايزه اقول بالنسبه للشعر او العيون. لوي ايه سيمباتيكو، او لوي ايه جنتيلي، او لوي اليجرو. اذا ابدا استغل كل اللي انا خدته النهارده في الامتحان ان شاء الله. لما يقول لي بقى ديسكريفيتي نوسترا ميتشي، احنا عايزين نوصف يا سينيورا. لو انا هقول اول حاجه هوصف مثلا دينو دلوقتي يعني استمن جاندو لابيتسا زي ما احنا شايفين بياكل بيتزا، طبعا هو سيمبر يعني استمن جاندو يعني نوستر ليبرو. لوي ايه ادييتا يعني، وعلى الرغم من كده لوي استمن جاندو يعني دافانتا نوي لابيتسا ايطاليانا. طيب فطبعا لو احنا هنتكلم عن دينو هنقول مثلا دينو اي باسو، او اقول إجراس اي جراسو، دينو اي كابيلي كورتي، دينو اي كابيلي ماروني مثلا او كاستاني، لو يا جراند نازو. طبعا احنا مش عارفين التعامل بتاعه، بس ممكن ايه نوصف كمان الكاركتر، وممكن نقول اعتقد لوي ان هو اسم سيمباتيكو، مولتو سيمباتيكو. وطبعا سيمباتيكو. في النوستر ليبرو بيظهر طبعا ان هو مولتو سيمباتيكو كون يسوي سيمباتيكو ميتش يعني مع اصدقائه.
بيهزر دايما وبيضحك دايما، فهو اكيد ملتو سيمباتيكو. بالظبط كده. حضرتك بقى وصف لنا باولا سينيور، بما انه دايما لوي جوكا كانت شو يعني راجل هبص سبورتيفو. كده بالظبط كده، يلا جوارديامو بقى، شايفين باولو، باولو ده كويلو راجاتسو كي ميتي اونا جاكا مارروني، اللي هو الشاب الجميل ده اللي لابس الجاكيت المارروني. كومي باولو، يا ترى لما نوصف باولو هنوصف باولو بايه؟ باولو اولا هنقول عليه ان هو باولو اي اون راجاتسو جنتيلي، باولو شاب مهذب. باولو اي كابيلي كاستاني، باولو اي كابيلي كاستاني، يعني لي اوكي كاستاني، عنده الشعر بتاعه كاستاني والكابيلي بتاعته كاستاني والاوكي كمان كاستاني. لما نوصف الشعر بتاعه زي ما احنا شايفين اي سوي كابيلي سونو كاستاني اي سونو كورتي، شعره قصير وشعره لونه كستنائي. اي سوي اوكي، يا ترى لما نوصف العيون بتاعته عيونه هنقول عليها ايه؟ سونو كاستاني، اي سوي اوكي سونو كاستاني اي بيكولي، عيونه صغيره ولونها اللون الكستنائي اللي هو نفس لون الشعر. باولو ايل نازو بيكولو، مناخيره صغيرة ونقدر نقول عليها ألا فرانشيزي، شبه مناخير الفرنسويين شوية. باولو اي التو اي سبورتيفو، باولو شاب طويل ورياضي زي ما احنا شايفين. يبقى احنا كده وصفنا، عملنا ديسكريتسيوني فيزيكا اي انكي لا ديسكريتسيوني ديل كاراتري دي باولو. قلنا ان باولو لي اوكي بيكولي اي كاستاني، باولو اي كابيلي كورتي اي كاستاني، باولو اي التو، باولو طويل، باولو اي جنتيلي. لو انا بقى هوصف جوليا كي سيمبر الشولاري ان مانو، اللي دايما ايوه ماسكه التليفون في ايديها، اي ماندا اي ميساجيني على سوي ميتشي الى اصدقاء، بتبعت رسائل دايما يعني للاصدقاء، فهي اكيد طالما بتعمل يعني كده كونتاكتو كون سوي ميتشي، اذا يعني هي اكيد سيكورامينتي لي مولتو سيمباتيكا اي جنتيله، هي بتكون طبعا لطيفه كمان وجنتيله، ويعني جنتيله كمان مع اصحابها، وكمان لي اي كابيلي نيري زي ما احنا شايفين، لي اي كابيلي لونجي شعرها بيكون طويل، لي اي اوكي نيري يعني كومي كريدو، لي اي لا بوكا جراند بقها شويه كبير، لي انكي النازو جراند برضو الأنف كبيرة شوية، لي أصل برشلونة المانو لي ألتا طويلة طبعا زي ما احنا شايفين. دي كده لا ديسكريسيون دي جوليا. طبعا احنا حافظين الشخصيات بتاعتنا سنيورة بالحاجات اللي هم بيعملوها يعني، بالنسبة دورانت كده لليتسيون يعني أثناء الحصص بتاعتنا، عارفين طبعا إن جوليا سمبر التشولاري مالو، وباولو سمبر جوكا كالتشو، دينو سمبر مانجا مثلا، وبقى اللي في النص دول بقى سمبر بارلانو يعني بيتكلموا كتير أليسيا كيارا. اعتقد كيارا اكتر واحده اللي هي البيوندا دي اللي النازو الا فرانشيزي، هي دي فعلا تيبي كمان النازو الا فرانشيزي زي ما احنا شايفين، صغنطوطه كده ومسحوبه لقدام شويه. بالظبط هي دي النازو الا فرانشيزي، وبيوندا طبعا زي ما احنا شايفين، وبورتالي اوكيالي ولابسه النظاره. وكمان كان كيسكياما فيدو يعني من اول حاجه احنا عارفين ان ده اسمه فيدو، ده الكلب بتاعها طبعا. طيب نعمل لا ديسكريتسيون بير كيارا بير اليسيا. تمام يلا هنوصف هنا، نوصف كيارا. كيارا اللي احنا شايفينها كيارا اللي هي البنوته البيوندا، أيوة. البورتال سوكان اللي شايله الكان بتاعها، يا ترى احنا شايفينها شكلها عامل ازاي؟ طبعا احنا شايفين لما نحب نقول نتكلم على كيارا نقول كيارا اي التا، كيارا اي التا اي بيوندا، كيارا التا وبيوندا طويله وشقره. I suoi capelli sono lunghi, شعرها لونه شعرها طويل. Lei è gentile e simpatica, هي مهذبة وهي لطيفة. La sua bocca è برضو هنقول عليها يعني أعتقد إن هي la sua bocca è piccola, بقها صغير. والنازو alla francese, النازو بتاعها صغير piccolo e alla francese وزي مناخير الفرنسيين. توصف لنا يا سينيورا سهام أليسيا. أليسيا.
أليسيا إي جنتيلي، أليسيا آ إي كابيلي ماروني، أليسيا آ إل نازو بيكولو أنكي، أليسيا لا بوكا جراند، آ لي أوكي ماروني كريدو. Sì. Io sempre taban, sta portando la, una borsa rossa, lapsa taban, il shanta il hamra, il hiya il maha diet. Taban, Anche io ho una borsa rossa come questa. Yani, lei signora ha un'altra, sì, io ho visto questo nella foto. Come la mia borsetta. ok, yani. Alla fine, signora, e bikeda, yani, abbiamo finito la nostra lezione di oggi. E, yani, النهارده اخذنا معلومات كتير مهمه جدا per la descrizione. هنعرف ازاي la descrizione بيجي لي كمان في le situazioni, في المواقف. عايزين نحفظ الصفات اللي احنا اخذناها النهارده ونعرف الفرق بين الـ adjectives اللي بنستخدمها في الاسبيتو والadjectives اللي بنستخدمها في الكاركتر. وان شاء الله هنكمل الدرس بتاعنا على خير وسلام ان شاء الله la prossima settimana. E ci vediamo la prossima settimana, signora. E buona serata a te e buona serata a tutti. Buona serata a te, signora Sihem. E purtroppo è venuto il momento di dirvi ciao e alla prossima settimana. انتهى الدرس بتاعنا. Grazie a tutti. قدمنا لكم حلقة البث المباشر برعاية توجيه اللغة الإيطالية. وبنشكر توجيه اللغة الإيطالية وكل القائمين على منصة البث المباشر. وكانت معاكم السنيورة إيمان سعيد والسنيورة سهام محمد. وتشاو تشي فيديامو. تشاو تشاو.